السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار. نائب بشأن فقرة تقليم كردستان بالموازنة: أنجزنا ما علينا دون مجاملة أو رضوخ لأحد. مستشار رئيس الوزراء: طريق التنمية سيحول العراق إلى بيئة جاذبة للاستثمار. تركيا: نحن شريك رئيسي في طريق التنمية. موسكو توريد أنقرة أسلحة إلى كييف يتعارض مع دور الوسيط. محافظ البنك المركزي يعلن الشروع بتأسيس مصرف ريادة للتنمية الاجتماعية. وزير النقل السعودي: حريصون على تعزيز التعاون مع العراق. إليكم تفاصيل الأخبار. المقترح الذي قدمته للجنة المالية وتم التصويت عليه بأغلبية أعضاء اللجنة بخصوص فقرة تقليم كردستان هي ليست عدالة كاملة بل جزء منها، ومع هذا تجد الإقليم معترض عليه. أنجزنا ما علينا دون مجاملة أو رضوخ لأحد، ومن أعطاكم وعد بأخذ ميزات العراق دون مقابل فليأتي وليصوت لصالحكم إن أمكنه ذلك. أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي السبت إن طريق التنمية سيحول العراق إلى بيئة جاذبة للاستثمار. وقال الركابي في تغريدة على منصة تويتر: مع انطلاق فعاليات المؤتمر في بغداد، طريق التنمية سيحول العراق إلى بيئة جاذبة للاستثمار ونقطة التقاء للمصالح بين دول المنطقة. وأضاف أن الطريق سيخلق حالة من التنوع والتعدد الاقتصادي. أكد ممثل الوفد التركي علي رضا غوناي اليوم السبت أن أنقرة شريك رئيسي في طريق التنمية. وقال غوناي في كلمته خلال مؤتمر التنمية المنعقد في بغداد: نحن شريك رئيسي في طريق التنمية الذي يعد مكسبا للجميع، مؤكدا أن المسؤولية تكمن في إزالة الحواجز للتجارة بين العراق وتركيا. وأشار إلى أن طريق التنمية من شأنه أن يزيد الترابط بين دول المنطقة. قال يوري بليبسون مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية أن شحنات أنقرة للأسلحة والمعدات إلى كييف تتعارض مع نوايا تركيا لضمان وقف إطلاق النار ولا تتفق مع دور الوسيط. وأضاف بليبسون: لقد أعربت أنقرة مرارا وتكرارا عن رغبتها في ضمان وقف مبكر لإطلاق النار في أوكرانيا واستئناف عملية التفاوض من خلال وساطة خاصة بها. وبطبيعة الحال فإن امداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية يتعارض بشكل مباشر مع هذه النوايا ولا يتوافق بأي حال من الأحوال مع دور الوسيط. وكان السفير الأوكراني لدى أنقرة فاسيلي بودنار قد أعلن في وقت سابق في آب من العام 2022 عن خطط لشركة بايكار التركية لبدء خطوط إنتاج مسيرات هجومية من طراز برقدار في أوكرانيا، مصرحا أيضا بأنه يمكن إنشاء مصنع لتلك المسيرات في أوكرانيا في عام 2023. وفي آب الماضي أفادت وسائل إعلام بأن تركيا سلمت إلى أوكرانيا أكثر من 50 مركبة مدرعة من طراز كيربي. أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق اليوم السبت الشروع بتأسيس مصرف ريادة للتنمية الاجتماعية، فيما أكد أن البنك سيقدم الدعم اللازم لتأسيس المصرف. وقال العلاق في كلمة له خلال المؤتمر المصرفي العراقي السنوي أنه في إطار سعي البنك المركزي لدعم الاقتصاد العراقي والقطاع الخاص وتحفيز القطاع المصرفي، نعمل حاليا على إنجاز مشاريع جديدة، منها أولا تأسيس مصرف ريادة للتنمية الاجتماعية تماشيا مع التوجه الحكومي وتوجهات رئيس الوزراء بدعم الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثانيا إطلاق رئاسة الوزراء لمبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، وسيكون هذا أول مصدر في العراق يهتم بالفئات الهشة خاصة لمحدودي الدخل والنساء وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية، وكذلك أصحاب الابتكار وريادة الأعمال، ومنحهم قروضا ميسرة وضمانات بسيطة لما لها من تأثير كبير في تقليل نسبتي البطالة والفقر. وأضاف أن رئيس الوزراء أطلق قبل مدة مبادرته دعم الشباب، وهي مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل، داعيا المصارف إلى المساهمة
في إنشاء مصرف ريادة للتنمية الاجتماعية لما له من أبعاد اجتماعية واقتصادية، ومساهمته في زيادة نسبة الاقتصاد غير النفطية. ولفت إلى أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم لتأسيس هذا المصرف من ناحية التنظيم والتمويل والتحويل في أقراض المشاريع الصغيرة التي بدأناها منذ العام 2015 إلى هذا المصرف، وهذا ما سيتيح للمصرف انطلاقة قوية بتوفير هذا التمويل من البنك المركزي. أكد وزير النقل السعودي صالح الجاسر السبت أن الرحلات الجوية بين العراق والسعودية ستتضاعف نهاية العام الحالي. وقال الجاسر في مؤتمر صحفي إن المملكة حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع العراق، لافتا إلى أن اليومين الماضيين شهد انعقاد مجلس التنسيق العراقي السعودي وبمشاركة عدد من الوزراء. وأضاف أن منفذ جميمة عرعر شهد تصاعدا في حركة نقل البضائع والمسافرين، مبينا أن التجارة بين البلدين وصلت إلى أكثر من مليار دولار خلال العام الماضي.